يتوجه وزير الخارجية سامح شكري غدا إلى الكويت لترأس أعمال الدورة 12 للجنة المصرية الكويتية المشتركة، والتي تعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 من شهر ديسمبر الجاري برئاسة وزيري خارجية البلدين. من جانبه قال المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية إن انعقاد أعمال اللجنة المشتركة يأتي في إطار حرص الجانبين على تطوير العلاقات المشتركة في كافة المجالات والدفع بها إلى أفاق أرحب وأوسع، مضيفا أنه من المقرر أن تشهد أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الجانبين. انطلقت أعمال الاجتماع التحضيري للدورة 12 للجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة في الكويت، وناقش الاجتماع سبل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى أفاق أرحب بما ينسجم مع توجيهات القيادة السياسية في البلدين والتنسيق الدائم بينهما في المحافل الإقليمية والدولية. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير أهلا بك على إكسترا نيوز. أهلا وسهلا. في البداية، هناك بكل تأكيد الدورة 12 للجنة المصرية الكويتية، سبقها 11 دورة. في هذه الدورة تحديدا هناك الكثير من المتغيرات على الساحة العالمية وعلى ساحة الشرق الأوسط تحديدا، ما هي أهم الملفات المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية؟ طبعا العلاقات المصرية الكويتية علاقات هامة جدا واستراتيجية ضمن إطار أشمل، وهو العلاقات المصرية الخليجية اللي بتلعب فيها الكويت يعني دور هام جدا ومحوري، وارتباط مصر بالكويت هو ارتباط يعني معروف واستراتيجي وأمني، وساهمت مصر في معارك تحرير الكويت، ومصر أيضا التي دفعت عن استقلال الكويت منذ يومها الأول، وهناك العديد من مجالات التعاون المأمولة من خلال عقد هذه اللجنة. وهذه الآلية اللجنة المشتركة بتأتي في التوقيت أيضا منطقة الخليج بتتعرض فيه لضغوط من مختلف الجوانب، سواء كانت في علاقات الكويت بالأطراف الإقليمية المتوغلة في الشأن الخليجي، فكنا نتحدث عن إيران تحديدا أو عن تركيا، فالأمن في منطقة الخليج هو أمر يصب في أمن ومصالح مصر الاستراتيجية. وحديث السيد الرئيس والذي سيؤكده السيد سامح شكري حتما خلال انعقاد الدورة 13 اللجنة المشتركة هو أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، وبالتالي هذا التبادل هام جدا، خاصة في ضوء مواقف بعض الأطراف الإقليمية وعلى رأسها قطر وتركيا من دعم ومساندة الإرهاب، التوغلات الإيرانية والتركية، وخاصة التوغل الإيراني الذي يشكل
تهديدا مباشرا للعديد من أقطار الخليج، وبالتالي هناك أيضا المواجهة الأمريكية الإيرانية وتداعيات هذه المواجهة على منطقة الخليج عموما تستلزم يعني عقد نقاش هام مع كافة دول الخليج، وطبعا دولة الكويت بتأتي في مقدمة هذه المشاورات، وآلية اللجنة العليا بتتيح أولا حوارات ثنائية هامة جدا في ملفات التعاون، خاصة أن لمصر جالية مقدرة ومحترمة في دولة الكويت تعتني بها هذه الآليات الثنائية، خاصة فيما يتعلق بالشؤون القنصلية والأمور المتعلقة بأبناء الجالية المصرية في الخارج، بالإضافة للتعاون الاقتصادي والتنموي والاستثماري والذي تقدم في دولة الكويت العديد من الاستثمارات الهامة مع تزايد مطرد في حجم التبادل التجاري، كلها نقاط طبعا تتعلق بالعلاقات الثنائية. ولكن ما أرى أيضا هام هو انعقاد هذه الدورة ودورية الانعقاد في حد ذاته دلالة على اهتمام الدولتين بأهمية العلاقات المشتركة وبآلية اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، اللي هي هتمهد الطريق حتما لمزيد من التنسيق السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني، بالإضافة طبعا لهذا البعد الهام المتعلق بمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والتدريب والمشاركة في المناورات العسكرية، كلها مجموعة أمور تضع العلاقات المصرية الكويتية في مقام هام جدا في أهمية العلاقات المصرية الخليجية بصفة عامة والعلاقات المصرية الكويتية بصفة خاصة. سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أشكرك شكرا جزيلا.